السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي معكم وصفة صيفية لذيذة وسهلة. هذه المكونات اللي تشوفوها قدام عيونكم، وأهم مكون السمك. لازم يكون عندك سمك طازج بدون جلد وبدون عظم، يكون صافي بنفس هذا الشكل. فأنا اخترت سمك السوب، بإمكانك تستخدم اليدر أو الجيدر، أي سمك متوفر ينفع حق القلي استخدمه. فشوفوا تبارك الرحمن، عندي السمك طازج فريش، وعندي هنا بصل مقطع طوال، ثوم، فلفل على حسب الرغبة، وليمون. طبعا نستخدم إن شاء الله البهارات، وأكيد ما نستغني عن عيش الوزير. في البداية بتبل معي السمك. أول حاجة نعصر عليه ليمون، وبتبلهم من بهارات صرة. أول شيء راح استخدم بهارات السمك، إن شاء الله ريحة ولون. ايضا بضيف عليه شويه كركم، بسم الله كذي كافي. اخر شيء الملح. كذي صار جاهز للقلي، هذه التتبيله المناسبه. سخنت معي مقلاة، على طول بضيف زيت زيتون الوالي، احط كميه راهيه. طبعا انا افضل دائما اقلي السمك بزيت الزيتون، وعلى طول انزل السمك. حطيت كل الكمية تقريبا، الحين بنبدأ نقلب. خلينا نشوف تحمر ولا لا. ايوه ممتاز، اقوم بحط. يا سلام التحميص. خلاص كذي صار السمك جاهز، هذا التحمير المناسب. على طول نحطه في الصحن. الخطوة الثانية، حطيت صفرية، على طول بضيف زيت زيتون، وبضيف شوية سمن، بصل، رشة ملح، ونقلب. اول ما يذبل معكم البصل بهذا الشكل، على طول نضيف الثوم، ليمون، وكذلك الفلفل. طبعا يذبل ما بيتحمر، فالحين على طول احط باقي المكونات. بسم الله ونحرك. اول ما تطلع الريحه نفتت السمك ونحطه. طبعا لازم نفتت صغير صغير. بعد ما حطيت السمك نحرك. جهزت معي الطبخة، ضفت لها شوية بهارات بيضة، تعطيها طعم شوي رهيب. خلاص الحين بقلب شوية ثم سكر عنها النار. هذه الطبخة ما تحلى إلا مع العيش الأبيض. سويت عيش أبيض مع شوية ملح، طبعا بسويه استواء كامل، أباه يكون لين شوي، مع بهارات صحيح. شوفوا بشغله ثم برجعه في القدر، بخلي 10 دقائق ويصير جاهز. أهم حاجة معي صراحة الصوص، فبسوي معكم صوص لذيذ، واللي يحب السبايسي بعيد. زيت زيتون، ليمون، وشوي خل. عندي هنا طالع ماركم، ثوم، وكذلك كمون، شوية كزبرة، وفلفل احمر، وملح، كلهم فرمتهم مع بعض. طبعا البهارات كلها حمستني شويه. اول ما تطلع ريحتهم ندقهم مع الثوم. الحين بحط ان شاء الله الليمون والخل وزيت زيتون ويصير جاهز.
هذا الخلطة على طول نضيف لها الليمون مع الخل. زيت الزيتون. هذا الصوص تبارك الرحمن جاهز. الحين وقت الغرف. بسم الله. شوفوا ما شاء الله حبة العيش. قطنية. أهم شيء. نعطيه شوية سمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا شكلنا لوصفتنا اليوم. علينا وعلى عيونكم بألف عافية. وصفة على كيف كيفكم. هذا الصوص اللي سويته معكم. التمر العدل. عاد الحين وقت التجربة. خلينا نجرب معكم. نحط أهم شيء من الصوص. يا سلام. نخلط كذي خلطتين. بسم الله. حسن الدنيا. نخلط خلطتين كذي. تحط لك طال عمرك من هالقشيد أو من هالحمسة العدلة. وبالعافية. بسم الله. الله على الطعم. يا سلام. لازم لازم تقربوها على الصوص. شيء ثاني اللي يحب سبايسه طبعا. احط لك شويه خلطه كذي مرتين.